تغطيتنا لبطولة العالم للناشئين والشباب 2013. مشاهدينا الكرام طبعا ألف 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 مبروك للإمارات شعبا وحكومة بهذا الفوز. طبعا خليفة علي خلفان الجهوري يفوز بالمركز الأول ببطولة العالم للناشئين. يسعدني أن أرحب في الاستديو معاي هني كابتن علي الجهوري المدرب علي الجهوري. بداية نبارك لكم هذا الفوز الرائع. الله يبارك فيك والحمد لله رب العالمين. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا وأن ما خيب جهودنا الحمد لله. وهذا الفوز يعني نهدي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولسمو الشيخ محمد بن راشد ولجميع حكام الإمارات طبعا وإهداء خاص لسمو الشيخ منصور بن زايد اللي في الحقيقة دعمنا وتابعنا في كل لحظة وفي الحقيقة يعني رشحنا أن نروح وهذا شيء كبير كانت مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا والحمد لله كنا عند حسن الظن الحمد لله رب العالمين. تحدثني بشكل عام عن سباق يعني من أول ما بديت السباق كان واضح أنكم مصممين أنكم تكونون في المقدمة وتحافظون على هذا المركز حتى نهاية السباق. تحدثني طبعا باختصار كيف جرى مجريات السباق من جولة من المرحلة الأولى للأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تعرف نحن جايين من طبيعة أرض مختلفة. نحن جايين من صحراء نعم. إلى أرض جبلية. طبعا هذه سباقات تحتاج إلى خبرة كبيرة بلا شك. نحن كنا حاطين تجهيزنا لهذا الموضوع وياسين نعد خطة من صارنا فترة طويلة. طبعا نحن كنا دارسين الموضوع وعارفين تقريبا السرعات كم تصير بين المراحل. طبعا أعطينا التعليمات للفرسان أنهم يسيرون على سرعة في الأراضي المستوية يزيدوا يروحون سرعة زينة وفي الأراضي المرتفعة يبدوا يخففون السرعة. نعم. وهم صراحة في الحقيقة تبعوا نفس المشوار لها كل المراحل تبعون نفس الخطة. فهذا السبب اللي خلانا نحن نوصل للمراحل المتقدمة وخيلنا زينة حافظنا على الخيل لأن المنطقة هاي صعبة جدا وعرة وفوق هذا حارة ونفس الوقت فيها رطوبة ففي صعوبة للجميع لكن الحمد لله قدرنا نتغلب على الوضع ومرحلة مرحلة وقدرنا نتصدر مع الفريق الأسترالي. نعم. هم أكثر المنافسين اللي كنت متخوف منهم. نعم. كانت في خيل من أستراليا تنافس خليفة وبعد تقريبا ما يقارب 10 كيلو بدأت تتعب الفرس. نعم. وخفت السرعة وتمنا مواصلين على السرعة والحمد لله توفقنا. نعم. أكثر المراحل صعوبة يعني كانت بوجهة نظرك؟ أنا أعتقد المرحلة الثالثة فيها صعوبة كبيرة. فيها أراضي وايد وعرة نعم. طلعات ونزلات وفيها حصة وايد أعتقد هاي أصعب مرحلة. أكثر المراحل اللي أثرت عليكم في السباق أنت كتشوفك أثرت عليكم هو طال عمرك نحن صارت اللي ما تمنيت أن يصير في لا نحن صارت عندنا مشكلة اللي هي في المرحلة الثالثة هو الظاهر أنه صار في تغيير في المراحل من دون نحن ما نعرف. خليفة طلع اتبع الماب اللي موجود صحيح صحيح نعم وهو لأنه متصدر فاللي خلفه ما راحوا نفس أخطأ في المسار ايه هو ما أخطأ لأنه ما عندنا علم نحن في الموضوع لا لا مش قصدي خليفة الخلف ايه خليفة نعم فهم اختصروا حوالي ما يقارب 3 كيلو أو 4 كيلو اختصروا المسافة بس وصار بينهم الفرق حوالي 5 دقائق لكن خليفة قدر يتغلب على الموضوع نعم وكان فرق جدا بسيط قدر يتغلب وبدأ يزيد سرعته تدريجيا لوصلهم. هذه أصعب مرحلة كانت يعني بالنسبة لنا كانت وايد حرجة نعم. وكنا حسينا أن الفوز بدأ يبتعد عنا شوي نعم. لكن يوم شفت قلص الفارق وشفت الفرس بدأت تتجاوب ونشاطها زين اطمننا شوي نعم. خليفة في هاي الفترة اللي تكلم عنها الوالد في هاي الفترة يتكلم عنها أن في بعض الفرسان اختصروا المسافة كيف تصرفت أنت؟ شو التعليمات؟ أنا تبعت الدراج نعم لأنه هو اللي حين نتبعه طول السباق نعم ورحت وراه هو راح عكس المسار اللي يروحه نعم ورجع بنفس الطريق لين ما دخلت اللفة اللي هم دخلوها وكملتها ما شاء الله عليك ما شاء الله ألف ألف مبروك خليفة تستاهل ما شاء الله عليك بطل. طبعا
لاحظنا ان 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 الفريق ككل ككتله كان يعمل بشكل جيد ايضا على مستوى الفرق. طبعا كان معي سلطان المرزوقي قال انه صعب ايضا يجاركم على مستوى الفرق. صحيح. طبعا اول شيء اشيد ان فريق الامارات اشتغل يعني صراحه بشكل ممتاز، فريق واحد متعاون، كل خططنا كانت متعاونه، وكان كنا نود ان نكون كلنا مع بعض، ولكن تعرف سباقات القدرة يصير في تغيرات، يصير نعم. في خيل يتأخر في دقات القلب، يصير صحيح نعم، يصير فوارق في المراحل الأخيرة. نعم. كان ودنا نكون مع بعض، ولكن الحمد لله الأداء ممتاز مثل ما شفت، والبطولة مو بسهلة يعني. طبعا مو بسهلة، طبعا مو بسهلة، والحمد لله الله وفقنا. نعم. يعني هذا إذن مشاهدينا الكرام، بس نستعرض بعض اللقطات لكي نستقبل ضيوف هنا في الاستديو المخصص لبطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة 2013 هنا بمدينة تارز بقرية إيبز العالمية. تفضلوا معنا. أروح أنا. Per tant, si és curt i la sella massa... massa gruixut. تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام في هنا في الاستديو المخصص لبطولة العالم للناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومترا 2013 هنا بقرية طبعا القدرة في إيبز بمدينة تارب بفرنسا. يسعدني في هذه اللحظات أن أرحب بالشيخ خليفة بن محمد آل حامد. أرحب بك، طال عمرك على قناة أبو ظبي الرياضية. الله يرحبك على فضلك. ألف ألف مبروك الإمارة حكومة وشعبة بالفوز. الله يبارك فيك، وأحب أشكر الشيخ منصور على دعمه الغير محدود للوثبة ولفريق الإمارات، ولهذا السبب نحن بيضنا الوي، وان شاء الله دوم بنبيض الوجه ان شاء الله. ان شاء الله. طال عمرك، بس لو تحدثت بشكل عام عن السباق، كيف شاهدت السباق المرحله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه؟ والله انا سباقت ثلاث مراحل. نعم. وثاني وثالث مرحله تقريبا نفس المرحله. نعم. بس من اصعب السباقات اللي ركبتن. نعم. ونفس ما قال علي خلفان ان السباق صعب، وما شاء الله عليه خليفه ولد علي خلفان بيض الوجه. نعم ما شاء الله. واكثر واحد يستاهل الفوز. نعم. كيف شهد اداء خليفه في السباق؟ كيف ما شاء الله عليه كل شيء يسويه روحه. ما شاء الله تبارك الله. نحن الفريق نسوي شيء. نعم. وهو عنده تكتيك عنده. ما شاء الله. ما شاء الله عليه، وطالع على ابوه والله يوفقه ان شاء الله. نعم. تحدثت عن بعض الصعوبات، تحدثت ان هاي من اصعب السباقات اللي شاركت فيها، السبب؟ الصعدات. الصعدات والنزلات. في وايد مجال ان الخيل يتعور. نعم. يتعور وتطلع من السباق. نعم. عشان كذا السرعات ما تكون عاليه فيكون التحكم. نعم. كبير. حي. بشكل عام لاحظت ان السباق جدا صعب. بالنسبه لمنتخب الامارات يقدم هذا الفوز الاكثر، وين ما تواجد منتخب الامارات يكون على منصات التتويج في مصارعه. بيض الله ويوهم. نعم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نشكر جزيل الشكر طال عمرك على هذا الأداء وعلى هذا اللقاء السريع. مرحبا. نعم. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى
مقابلة أجريناها قبل لحظات، مقابلة أجريناها مع أحد الشخصيات هنا في طيران الإمارات الأستاذ بطرس بطرس. ولكن قبل استعراض المقابلة مشاهدينا الكرام، نذكر بأن فرسان المنتخب الإماراتي المشاركين في البطولة بطولة العالم للناشئين هنا بقرية إيبز بمدينة تارب الفرنسية، مونديال القدرة 2013، الشيخ حشر بن محمد بن ثاني آل مكتوم، وأيضا الشيخ خليفة بن محمد آل حامد، خليفة علي خلفان الجهوري، سعيد أحمد جابر الحربي، عبد الله غانم المري. مدربين منتخبنا الوطني كانوا يوسف البلوشي، علي الجهوري، سالم بن غدير، مبارك بن شفية. طبعا كما ذكر مشاهدينا الكرام، نحن هنا ننقل لكم بطولة العالم على الهواء مباشرة للقدرة للشباب والناشئين من الساعة 6:30 صباحا. هنا نحن هنا متواجدون مشاهدينا الكرام، قم على الهواء مباشرة من المرحلة الثالثة، استعرضنا ملخصات المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ألف ألف مبروك لشعب الإمارات، ألف ألف مبروك لحكومة الإمارات، ألف ألف مبروك لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، تابع هذا اللقاء مع الأستاذ بطرس بطرس، ومن ثم تكون لنا عودة معكم للحديث أكثر عن البطولة. يعني لا شك وجود طيران الإمارات في هذه البطولة اليوم هو ضمن رعاية طيران الإمارات لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد. وبالطبع كما ترون يعني الوجود الجماهيري اليوم في هذه البطولة، بطولة العالم التي لما كانت أن تنجح وتحدث لولا رعاية سمو الشيخ منصور لها. وكما ترون اليوم هناك وجود دولة في هذه المنطقة من فرنسا، وهذه منطقة جميلة جدا، ولدينا جمهور كبير لطيران الإمارات في هذه المنطقة، إذ أن جزء من هذه المنطقة كان ينتج النفط في السابق، وبالتالي بعد أن شغرت أبار النفط انتقل كثير من العاملين من هذه والمقيمين في هذه المنطقة للعمل في دول الخليج وبالطبع في دولة الإمارات، وبالتالي نحن هنا نستهدف زبائننا أيضا. وهذه البطولة هي بطولة عالمية، هي ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور الذي يعني يرعى سباقات الخيل وتشجيع الخيول العربية وتشجيع الناشئين على ركوب الخيل وعلى ممارسة هذه الرياضة. وكما معروف عن طيران الإمارات، هي تعمل على تشجيع الرياضة في كافة الرياضات في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا نحن يعني من أكبر شركة طيران الإمارات ترعى سباقات الخيل، وليس فقط سباقات الخيل العربية بل سباقات خيول أخرى. وبالتالي يعني وجود طيران الإمارات هنا هو ضمن نسيج استراتيجي طيران الإمارات في رعاية الخيل ومختلف النشاطات الرياضية. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام تغطيتنا هنا من قرية إيبز العالمية للقدرة بمدينة تارب الفرنسية، وذلك في تغطيتنا لبطولة العالم للقدرة للناشئين 2013 للناشئين والشباب، مونديال القدرة 2013. ألف ألف مبروك لشعب الإمارات، ألف ألف مبروك لحكومة الإمارات، ألف ألف مبروك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذا الفوز الأكثر من رائع. خليفة علي الجهوري بطل مونديال القدرة 2013 هنا بفرنسا. طبعا فرسان المشاركين باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة العالم للقدرة للناشئين والشباب، كما ذكرنا الشيخ عشر بن محمد بن ثاني آل مكتوم، الشيخ خليفة بن محمد آل حامد، خليفة علي خلفان الجهوري، سعيد أحمد جابر الحربي، عبد الله غانم المري. مدربين البطولة كانوا المدربين المتواجدين يدربون الكادر الفريق المشارك في البطولة، يوسف البلوشي، علي الجهوري، سالم بن غدير، مبارك بن شفية. طبعا بطولة العالم للقدرة للناشئين والشباب كانت مسافة 120 كيلومتر، تقريبا أكثر من 85 فارس شاركوا في هذه البطولة من 27 دولة. مشاهدينا الكرام، 18 فريق 10 على مستوى الفردي. البطولة السباق مشاهدينا الكرام كان مقسم على 4 مراحل، المرحلة الأولى كانت مسافتها 36.6 كيلومتر، المرحلة الثانية 31.6 كيلومتر، المرحلة الثالثة 31.5 كيلومتر، المرحلة الرابعة والأخيرة 21.1 كيلومتر. المرحلة الأولى كانت مرسمة بالأعلام الصفراء، الثانية بالخضراء، الثالثة بالحمراء، الأخيرة بالأعلام البنية. طبعا مشاهدينا الكرام، قمنا بتغطية هذا السباق من الساعة 6:30
صباحا على الهواء مباشرة من المرحلة الثالثة. نقلنا ملخصات للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والثالثة والرابعة ولله الحمد. المنتخب الإماراتي على المستوى الفرق والمستوى الفردي يفوز ببطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة 2013 هنا في قرية إيبوس العالمية للقدرة في مدينة تارب الفرنسية. طبعا هارد لك للمنتخبات العربية أيضا المشاركة، وتحياتنا لهم منتخب قطر وتونس والجزائر، ونتمنى لهم التوفيق في المشاركات القادمة. فرسان الإمارات كفوا ووفوا مشاهدينا الكرام من المرحلة الأولى، كانوا متصدرين السباق فريق الإمارات كان متصدر من المرحلة الأولى، كان في المراكز المتقدمة، حافظ على هذا الصدارة في المرحلة الثانية ومن ثم الثالثة ومن ثم الرابعة. كما ذكر المدرب علي الجوري أن هذه كانت خطتهم أنهم يتماسكوا، وكما ذكر أيضا محمد الحضرمي اللي كان محلل معنا أنهم فرضوا إيقاعهم في هذا السباق. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قد كفينا ووفينا في نقل الصورة لكم بطولة العالم للناشئين والشباب 2013 من مدينة تارب الفرنسية في قرية إيبوز العالمية للقدرة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات المعد الأستاذ محمد سالم، وأيضا تقبلوا تحيات الأستاذ عبد الكريم شلبي المخرج الذي كان طوال هذه الفترة يخرج لكم هذا السباق. في الختام تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.